بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن المباراة العربي بتكون مباراة صعبة بالنسبة لك كفريق الشمال، خاصة أن بعد هزيمتين متتاليتين وكذلك بالنسبة للعربي 4 هزائم أو 3 هزائم، فالفريق بيكون مستعد على أساس ياخذ نتيجة إيجابية. بس إحنا كذلك أعدنا الفريق بطريقة صحيحة وإيجابية إن شاء الله. أتمنى يكونوا عند الموعد وأدوا اللي مطلوب منهم بالطريقة الصحيحة، خاصة أن اشتغلنا في الفترة الأخيرة. وما ننسى نشكر دعم الإدارة، خاصة رئيس النادي والإخوان كلهم اللي كانوا في الفترة الماضية يعني سند لنا، ورفعوا معنويات اللعيبة بطريقة اللي تخليهم إن شاء الله يكونوا أفضل في المباراة الجاية. أتمنى التوفيق للجميع وإن شاء الله الأفضل للفريقين، وأتمنى أن نقدر ناخذ نتيجة إيجابية تساعدنا أن نروح لبر الأمان. شكراً.